التجربه الحاليه مع المدرب البلجيكي كتبان لي تري بوزيتيف، لانه كفانا من مابقاش كذبوا على عباد الله. لي فار كانت غادا الهويه، يعني بكل صراحه ما كنهضروش على التسيير ولا كنهضروا على الحب للفريق من طرف الجمهور، انما كنهضروا على لو طرافاي سور تيغان، تو سكي تكنيك، تو سكي تاكتيك. ما خصناش منهم نكذبوا على الناس، مي الامور اليوم تحسمات. فاش انه تحطات واحد لا استراتيجي ديال الخدمه كيخصها تحترم، بحال كتقول دابا حطيتي واحد لو طران في لي راي ديالو واللي بغى يطلع لي كومبارتيمون راه كيطلع تران ديمارا، واللي ما بغاش شغلو هذاك. فكتب لي انا الامور غدا بطريقه زوينه، فريق الجيش الملكي ومنظمه واحترافيه، لانه وليتي كتحس كاينه لا جوا، لا في التدريب، لا في التعامل، لا في بزاف ديال الحويجات. لانه انا اوتونكو اونترينور ما يمكنش لي نكذب على اللعاب ديالي، ما يمكنش، حيت هذاك لو جوا غتكون كتشوفو يوميا، كتشوفو اكثر من ولادك. غنكذب عليك ساعه ساعتين نهار يومين سيمانه شهر، ما يمكنش، امبوسيبل. سا فو دير خص تكون صراحه، وخص تكون لا كونكيرونس اللي كنسميها انا شريف، هذاك المنافسه الشريفه خصها تكون سور تيغان كل ميور كان، ماشي انا هذا اللاعب كنخاف هو ضعيف سور تيغان وكنخاف منه وما قدرش نحيدو اللي غوت عليا الجمهور. المصلحه ديال الفرقه فوق من كل شيء. فهاد الامور هذه هي اللي رجعت شويه الفريق الجيش الملكي للصحه الصحيحه ديالو، ولا سيما حتى الانتيغراسيون ديال جلال الدودي عطاه واحد الكليغاج، عطاه واحد الكليغاج اللي كلشي كيتحسنوا هو واللاعب حريمات. عطاونا واحد لا جوا سور تيغان. سور تيغان صافي دوك لقيتي واحد جوج ديال لي ميسترو سور تيغان كي انيميو مزيان. لا لين ديفونسيف مع لو غارديان مع الميليو تيران مع لين داتاك، الامور ولات كتبان لك انه كاينه شي حاجه كتخدم باش كتعاود تشاف. هادو هما لي زوتوماتيزم، صافي شي حاجه وليتي كتشوفها اوتوماتيك. ما غيمكنش ليا انا سيغ تيغان نتحاسب معاك على شي حاجه ما وريتهاش لك، خصني نوريك شي حاجه سيغ تيغان باش نتحاسب معاك. فاليوم كاين المحاسبه على انه اللاعبين، كاين فيزيوناج، كاين شي حاجه درتيها شي حاجه ما دارتش، يعني كاين واحد المتنفس الوحيد من حيث النتائج ومن حيث واحد الرؤيه مستقبليه للفريق كيفاش غيقدر يرجع للنتائج. فالامور بالنسبه لي انايا مزيانه، لانه فريق الجيش الملكي كينجح بزاف مع لي زيترونجي، مع فاخير، مع الطوسي كلكو بوان هادي هي، مي لا ماجوريتي ديال لي زونترينور النتائج كبيره اللي دار فريق الجيش الملكي دارها مع دي زونترينور اترونجي. انا راه كنعرف اش كنقول، لان واحد بلاصتي اليوم ود الفرقه غيقول لك لا فريق الجيش الملكي مسؤولين خصهم يعطيو اللاعبين ديالهم يدير. لا، الا كنت كنستاهل داك الفرقه هما غيجيو يقلبوا عليا، ماشي انا غنمشي نقلب عليهم. مي انا خصني نخرج نخدم وندير ليكسبلوا ديالي، وغيجي واحد النهار غنقدر ناخذ فريق الجيش. مي اكطويلمون فريق الجيش الملكي كينجح مع ان اترونجي، واللي كنتمنى ليه التوفيق من كل القلب ديالي. احسن واكفس ملصقين بيناتهم، لاصقين بيناتهم. احسن تجربه هي المرحله اللي دوزت فريق جمعيه السلاويه، وحققت معهم الصعود. فمني حققت معهم الصعود 2013 حققت معهم الصعود القسم الوطني الاول. فمن بعدها كنت غادي نمشي لتطوان، غادي نخدم مع العمري، غنخدم مع، درت ان كونطرا دو 3 ans. العام الاول غنخدم كوم اجوان مع العمري، والعام الثاني ناخذ الفريق كمدرب، والعمري هو اللي غيكون مشرف عام في المغرب التطواني، بحال غيعطيك داك المشعل، هذيك لا ميثود اللي كان كتلعب بها تطوان، الطريقه ديال التدريب، يعني غتشربها في ديك السنه مع العمري، وغتكون واحد المتابعه ديال المشرف العام اللي هو العمري، ولكن حتى هو
حتى هو المدرب. فلقيت لي سنيت الكونترا مع المغرب التطواني مع الحاج ابرون هي فين اتصلوا بيا فريق جيش الملكي طلبوا مني باش ندخل للسونتر سبورتيف وانا باقي في السلك الدراكي. حيت ملي كيعيطوا لك السلك الدراكي ما خصك تعوبيه الفوبيه وتدخل. دخلت فمني دخلت هنا وقع المشكل انه لي فار طلبتني نبقى معاهم وانا ديجا عندي كونطرا مع الناس ديال تطوان. هذه من بين النقاط اللي كنحترم عليها انا سي ابرون ومشكور الحاج ابرون على انه قطعنا الكونطرا ماشي انا قطعناها ومشيت نشتغل فريق الجيش الملكي. ففي اجتماع ديال فريق الجيش الملكي قرروا على انه وشلا هو المدرب من بعد رشيد طوسي قرروا هو المدرب وبديت لي ريكروتمون ديالي بديت كلشي لا سيما في بدايه السنه كيكون واحد التهيئ خاص بدني بدينا لو طرافاي ديالنا مي ابري دي تنسمع بانه الميناني غير يجي للجيش. انا داك القضيه ديال انه الميلاني غيجي لفريق الجيش الملكي ما تقبلتهاش لانه دوك الناس بحال كذبوا عليا. فهمت انا ما قبلتش هذه النقطه هذه لانه ما يمكن كذب على حتى شي واحد ما بغيت حتى شي واحد يكذب. فرفضت ومن هنايا بداو المشاكل مع فريق الجيش الملكي. انا موراها مشيت خدمت في الحسيمه واللي درت معهم نتائج مزيانه. انا داك نيت كنت مع نور الدين بوشحاتي كان صديق ديالي الله يطول ليه في العمر وعطاني المسؤوليه ديال المدرب ومشات الامور كما ينبغي مع شباب الريف الحسيمي. ربحنا الوداد ربحنا الجيش ربحنا مباريات اللي يعني كانوا جميلين بزاف. ف يعني بالنسبه لي انايا المشوار ديالي في التدريب فكانوا فيه كان مقطع لانه العقليه ديال اوشلا كيخصها تتماشى مع واحد العقليه ديال البريزيدون اللي عنده ان اوبجيكتيف. اما داك البريزيدون اللي كيعيش نهار بنهارو ما نقدرش نخدم معاه. عندي واحد لي ميثود عندي واحد الافكار مبادئ ديالي كنامن بهم ما دخلش لهذا الدومين على قبل الفلوس اكثر ما دخل انني نخلي البصمه ديالي. حنا ما ربحناش الفلوس كلعاب هذا ربحوهم دابا كمدربين. ف كنقول الحمد لله امور غدا مزيان مي ان اوتر بروجي اللي خص الانسان يفكر فيه ان شاء الله مستقبلا الاهداف ديالو وكفانا من داكشي ديال تخدم شهر شهرين جوج سيمانات وجوج يمشي اكثر ما انك خصك تقلب على ان بريزيدون اللي تحط معاه واحد المشروع وتكمله. هذا هو المبتغى ديالي لانه ان شاء الله غيكون خير مستقبلا باذن الله. دخول شهر رمضان الكريم فاوشلا كيتمنى جميع المتتبعين في لودوز.ma كل فرح والسرور والراحه وطوله العمر. واللي كنتمنى للجماهير المغربيه بصفه عامه انه ربي ان شاء الله يحفظنا من هذا الوباء ويبعد عنا هذا الوباء باش ترجع الفرحه للمدرجات لانه توحشنا الجماهير في المدرجات بالتشجيعات ديالهم وبداك الكم ديال الفرق اللي عندها قاعده جماهيريه كبيره اللي كنمكن لهم كل احترام. وكنتمنى على انه كل الامور تدوز بخير وعلى خير في هذا الشهر هذا المعظم عند الله سبحانه وتعالى. وشكرا لكم على الاستضافه وكنتمنى اننا نتلاقاو فرصه اخرى ان شاء الله في موضوع اخر والى اللقاء.